حكايات عربية بالعامية. حدوتة الحمار في جلد الأسد. يحكى أنه كان يا مكان، حكايتنا أشكال والوان، وحكايتنا النهاردة بطلها حمار، بس حمار مش عادي، حمار طموح عايش وسط الغابة. عارف هيجي يوم هو وصل للقمر وانقذ الأرنب اللي قاعد هناك. أرنب؟ هأرنب إيه؟ الأرنب اللي هناك على القمر. طيب وانت راجع ابقى حاول هاتلي البرتقالة اللي على الشمس. طبعا طبعا. ايه ده، انت بتسخر مني ولا ايه؟ وهو الكلام اللي انت بتقوله ده كلام عقلين؟ كلام القرد ما احبطش الحمار، اصله كان طموح جدا جدا، وعلشان كده كان طموحه دايما بيتغير. عارفة هيجي يوم هو طير ورفرف وسط الطيور، فوق فوق بين السحاب. مش هو ساعتها ممكن أشيلك على ظهري علشان تشوفي سرعتي. ماشي، وبعدين أنا ممكن. جميل جميل، أشوفك بعدين. إيه ده، محدش فهمني، ولا حد حاسس بيا، ولا حد مقدر طموحي. ومشي الحمار وهو بيفكر إزاي يخليهم يقتنعوا بيه وبأفكاره، لحد ما وصل لمكان بعيد في الغابة، وهناك سمع كلام بين النمر والثعلب. ها يا ثعلب، ايه الاخبار؟ عرفت فين الاسد؟ لا يا مولاي، بقالي اسبوع ما شفتوش، يمكن حد من الصيادين اصطاده. انت متأكد من الكلام ده؟ انا مش هقدر اسيطر على الغابة غير لما تتأكد لي انه خلاص مات. يلا روح دور على الأسد وهات لي دليل إن الصيادين اصطادوه، أو اعرف لي مكانه. حاضر حاضر، أمرك يا مولاي النمر. سمع الحمار كلام النمر مع الثعلب، وفجأة وقعت تفاحة على راس الحمار. مين هناك؟ مين اللي واقف؟ مين اللي موجود هنا؟ أنا الحمار يا سيدي النمر. الحمار واقف هنا من إمتى؟ وسمعت ايه؟ وايه اللي عرفته؟ ابدا ابدا يا مولاي النمر، انا بس كنت واقف بفكر في زواجي من الاميرة. اميرة؟ تقصد اميرة بشرية؟ ايوة طبعا، هيجي يوم واروح للمملكة واتجوز اجمل اميرة. هو مين اللي يرفض الوجه الجميل ده؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انت فاكرني غبي؟ انا هوريك ازاي تسخر مني، انا هاكلك في التو وفي الحال. لا 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 يا سيد النمر، ما تاكلنيش. استنى يا مولاي النمر استنى، ده حمار مجنون وغبي، كان لسه بيقولي انه عاوز ينقذ الارنب اللي موجود على القمر. هو ده برضو حد يصدقه؟ ارنب وقمر، كويس انك لحقتني يا قرد قبل ما اكل لحم الحمار الغبي ده. وانت يلا امشي من هنا بسرعة قبل ما اغير رأيي. جري الحمار وهو فرحان ان ربنا نجاه من اسنان النمر. شكرا شكرا يا مولاي النمر، شكرا يا قرد شكرا. في الوقت ده كانت الحيوانات متجمعة علشان تدور على الاسد. دورنا في كل مكان مش لاقيين الاسد، انا خايفة وقلقانة جدا من غيابه. الاسد بقاله أسبوع غايب ومش عارفين مكانه، لو حصل حاجة للأسد هنكون كلنا في خطر، النمر مش هيسيبنا في حالنا. آه وكده تبقى قربت نهايتنا، يا رب يا رب الأسد يرجع لينا بالسلامة. الحمار كان بيتمشى في الغابة، محدش حاسس بيا، ولا حد فهمني، ولا حد مقدر طموحي، حاسس بالإهانة والإحباط. بس لا لا، مش هيأثروا عليا، أكيد أكيد هيجي يوم هو بقى ملك الغابة والكل يحترمني. إيه ده إيه ده، جلد الأسد الملك باين كده وقع من الصيادين.
الله، أما جربوا كده. لبس الحمار جلد الأسد، أنا ملك الغابة، ها ها هاي، أنا السيد أسد، ها ها هاي. أول ما الحيوانات شافت الحمار اللي كان لابس جلد الأسد افتكروه الأسد. الأسد رجع، انتشر الخبر بسرعة بين الحيوانات، الكل مستني الأسد والكل بيحترم الحمار اللي لابس جلد الأسد. أهلا أهلا يا مولاي الأسد، كنا قلقانين عليك جدا، كنت فين؟ إيه؟ أسد؟ مولاي؟ أنا؟ أبدا أبدا، كنت بستريح شوية. الحمد لله على السلامة يا مولاي الأسد، قد إيه كنا خايفين من غيابك، كنا خايفين لأن النمر يستغل غيابك ويسيطر على الغابة. لا لا لا، ما تخافوش، أنا خلاص رجعت وخدت قرار إني أطرد النمر من الغابة. كل الحيوانات فرحت وفضلت تهتف للحمار اللي تحت جلد الأسد، يحيا الأسد، يحيا ملك الغابة. سمع الثعلب كلام الحمار اللي تحت جلد الأسد على النمر، هو طبعا كان فاكره الأسد. الحق يا مولاي، مولاي النمر، الحق، الأسد جاي وناوي إنه يطردك من الغابة، ده جاي وناوي على الشر، ناوي يتخلص منك. أنا حسيت إن المرة دي بجد، أنت لازم تهرب. وفعلا أول ما النمر سمع الكلام ده هرب من الغابة، والثعلب طلع يجري وراه. استناني يا مولاي النمر، استناني، خدني معاك. خبر هروب النمر من الغابة انتشر بين الحيوانات، فرحت الحيوانات وفضلت تهتف يحيا الأسد، يحيا الملك، وشكرت الحمار اللي في جلد الأسد. شكرا شكرا يا مولاي الملك، انت خلصتنا من النمر والثعلب كمان. فعلا دلوقتي نقدر نعيش بأمان. الحمار فرحان، الكل بيهتف يحيا الأسد، يحيا الملك. الحمار فرحان يتنطط ويزقطط، وفجأة يقع جلد الأسد من على الحمار. الحيوانات اتصدمت، ايه ده، الحمار خاين كذاب، ضحكت علينا، يلا امشي من هنا، ابعد عننا. لا 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 لا، انا ما قصدتش، انا كنت هقول لكم من نفسي، الموضوع كله كان صدفة، قلت استغل الفرصة واتخلص من النمر، اسمعوني افهموني، برضو خاين وكذاب، يلا امشي من هنا. ثانية واحدة، ممكن تسمعوني؟ أكيد الحمار غلطان، لكن كمان هو عمل فينا خير كبير، خلصنا من النمر الشرير. أيوة أيوة، أنا فعلا كان قصدي خير، سامحوني، ادوني فرصة. خلاص احنا ممكن نسامحك المرة دي، بس بشرط توقف طموحاتك وكلامك الكتير اللي ملوش أساس من الحقيقة، وتعيش وسطنا، تشتغل زيك زينا. حاضر حاضر، آخر مرة، خلاص حرمت، من النهاردة هبطل كلام، هبطل أحلام، وهشتغل وبس، وهيجي اليوم اللي كلكم تفتخروا بيا. صاحبي احنا فعلا بنفتخر بيك، انت صديق طيب ومخلص وشجاع كمان، ومفيش مانع انك تحلم وتبني قصور في الخيال، بس المهم يكون ليها أساس في الواقع.